أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن هاشم رحمه الله تعالى هذه المادة والتي هي بعنوان الجنة والنار. وتكون في نفس الوقت عاملة هي إما وجوه المشركين من الجنس لأنهم عملوا ولكن عملهم بني على شرك فلا يقبل منهم وإما اليهود والنصارى لأنهم لهم كتاب ولهم يعني بين أيديهم يعني علوم ولكنهم لم ينتفعوا بها وإما الناس الذين ابتدعوا بدين الله ما لم يعلم به الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا ينزغ عنها إلا هالك ولكن هؤلاء الناس ابتدعوا بدين الله ما لم يعلم به الشرع لذلك عبادتهم مهما كانت يعني حسنة ومهما كانت طيبة فلا يقبلها الله تبارك وتعالى لأنها ليست على منهاج الله تبارك وتعالى وليست على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك تكون يوم القيامة عاملة ولكن تكون مرفوضة لكن ما يقبلهاش الشرع مثل انت تخدم خدمة وتتعب فيها ولما يجي معلم نتاعك يقول انا خدمت وكذا خلصني يقول لك يا خويا ما نخلصش علاش؟ لان انا ما خدمتش اخدم هكذا انت عارفين نفسك باطل انا قلت لك هاي اللوحات مش تخدم انت تخدم مراتك وتخدم براتك هكذا يوم القيامة انت يوم القيامة يجمعنا رب سبحانه يقول يا ربنا خدمت الخير خدمت الخير وكذا يقول ما عندك ولو تعبت نفسك باطل بنفس الآية الوجوه يومئذ خاشعة عاملة عاملة خدمت ولكن ما تنفعهاش الخدمة علاش لأنها خدمت على غير منهاج الله تبارك وتعالى ولا وعلى غير منهاج الله وضربنا لكم مثال في الإنسان أنت أيها العبد الباطل إذا كنت يعني ما ترضى العمل إلا إذا كنت أنت تطلب ذلك العمل تقول له اسبغ لي السيارة في سودة يسبخها لك بيضة تقول له مانيش قادر أنا أحط لك اسبخها بيضة لا اسبخها سودة الآن أنت عليك الثياب وعليك كل شيء وتردها بيضة في مكانك فهم كيف؟ تعطيهم اللوحة تقول له بني لي البنيان هذا هذا المخطط يروح يبني لك مخطط واحد آخر كي يجي يقول لك أنا بنيت لك حاجة مليحة شوف كيفاش دايرة قال يا أخي صح مليحة ولكن أنا جبت لك المخطط بتاعي وتعبت عليه بني لي هكذا تبني لي بنيان آخر مانيش قابل لذلك تهزوا وتكسروا المصروف عليك وتغلبوا في الشراع وتغلبوا وين أبغى هكذا في يوم القيامة نجول رب سبحانه عاملين وخدامين ولكن رب سبحانه يقيس الخدمة تاعنا القوانين الشرعية اللي كانت على منوال واش قال ربي واش قال الله صلى الله عليه وسلم تقبل واللي كانت على غير من هذه الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير من هذه الله ترفض فهمنا كيف؟ إذا الميزان يوم القيامة واجب الكتاب والسنة اللي يخدم كما قال الكتاب والسنة أعماله مقبولة واللي يخدم على غير ذلك مهما أراد من الخير ومهما اجتهد وقال لي أنا ما أردت غير الخير بغيت غير الخير طيب مو كل واحد يعني يريد الخير يناله في كثير من الناس يبغوا الخير ولكن ما عرفنا الطريق ما عرفنا الخير الطريق الخير اللي تبغيه يتم تتبع الكتاب والسنة هذا هو الطريق فهمنا كيف؟ إذن هؤلاء يا إخواني الكرام إما أنهم مشركون وعبادة عبادة الأوثان لأنهم يعني ولو أرادوا التقرب إلى الله ولكنهم لم يخلصوا النية وإما لأنهم اليهود والنصارى أو الرهبان
يعني عمار الكنائس، واما انهم المبتدعه الذين ابتدعوا في دين الله ما لم ياذن به الشرع. هذا ملخص الوجوه التي تكون خاشعه وعامله خادمه خدمه في الدنيا وفي نفس الوقت ناصبه تعبانه من التعب من تعب جهنم والعياذ بالله. بعدين رب سبحانه يزيد الكلمه، ليس هم يعني جلسوا خاشعين وجلسوا مثلا على مطر وجلسوا على تعب، وانما الجزاء تحت تصلى النار الحامية. هذه الوجوه والعياذ بالله دل على انها في ذله، دل على انها في مسكنه، دل على انها في هوان، كذلك وفي نصب وتعب، فكذلك تدخل النار الحامية والعياذ بالله. يزيدون لهم تخلق ما يلقاوش من الحرب، ليس هم يلقى هذا هو الجزاء تحت، كان يكون جزاء سائل. فمن هكذا ولكن قال رب سبحانه تصلى النار الحامية. هذه الوجوه التي ذكرت في بداية الآية تصلى نار حامية، تدخل تصلى يعني تدخل النار الحامية. ليش فيها نار غير حامية؟ هنا يا إخواني النار تاعنا احنا لها أكيد فهمنا كيف؟ لها الأكيد وبعدين تبرد النار تاعنا مهما كانت تقوية، ولكن ترجع القضية للبرودة تاعها لما يخلص العرق قبل ما تخلص التاويل، لما ينغلق الفرن هذا، لما يقام ينطع تروح ما صبحتش نار حامية. لماذا؟ لأن النار تاعنا نار يعني عادية، بينما النار تاع ربي سبحانه موصوفة بأنها حامية كل وقت وكل سنين وعلى مدار الزمن كلها حامية، ما عندهاش فترة كما نقولوا احنا بعدين الطب تاعها يخلص وتحبس ما تحبس. نار حامية على طول. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله خلق النار 70 جزءا، ربي خلق النار 70 جزء، فهمنا كيف؟ فأنزل جزءا نزل ربي الجزء إلى الدنيا فبه يستفيد الناس وبه يوقدون وبه يطبخون وغير ذلك. نزل ربي الجزء طرف خلق جهنم والعياذ بالله 100 جزء 70 جزء ولا كذا 70 جزء نزل جزء واحد فيه إلا رانا نطبخوا ونشعلوا وندفعوا ونطيبوا ونسهر الحديث فهمنا كيف؟ بهذا الجسم هذا. و69 جزء خلاها عنده فهمنا؟ والحديث صحيح 69 جزء راهي عند ربي سبحانه. قال الصحابة يا رسول الله والله إنها لكاملة، يعني والله النار تاع الدنيا تكفينا. هذو الناس كانوا يخافوا ربي كثير، قالوا النار تاع الدنيا تكفينا. قال لا والله إنها فضلت عليها في 69 جزءا، زيد عليها 69 جزء في الآخرة تتلج مع الجزء تاع الدنيا وتصبح 70 جزء. هذه هي العذاب، هذا هو العذاب الأليم أعلم الله وإياكم منه أنت أصحاب جهنم. نار حامية ما تمرش عليها فترة تلقاها يعني هبلت ولا تركت، دائما حامية. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام الإنسان يعمل باش ينجي نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. سلك روحكم النار يا لو كان بنص تمرة، عندك تمرة تما على زوج كل نص وصدق النص بس سلك روحك من جانب. ولكن احنا عندنا المنايل وعندنا التاويل وعندنا كذا ما سلكناش روحنا من جانب. تمرة كل ما عندك تمرة في دارك سلك روحك من جهنم يا دكانك نص طمع، صدق النص وكل النص. ولكن احنا لا رانا غير ناكل ولا نصدق ولا نديروا خير ونقولوا نسلكوا من جهنم، العلم لذلك. فهمنا كيف يا اخواني الكرام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال واحد من الصحابة يا رسول الله والذي لم يجد واللي ما عندوش تمرة في ذاك الوقت، قالوا بكلمة طيبة، اتكلم كلام طيب، سبح اذكر ربي قول الخير. طيب ولا احد اللي ما يعرف؟ قالوا اللي ما يعرف ما يعرفش يقول الخير، كل يوم سنه متوقع على الشر. قالوا يصمت يسكت يضاهي حب الانسان يخفيه وما يتكلمش بيه عنده حاجه. فهمنا كيف؟ اذا الله تبارك وتعالى لما تكلم على الوجوه هذه قال تصنع نار حاميه،
تجعل الاوان والنجم والمسكنه والنصب والتعب اللي هي بيت تدخل النار الحاميه التي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اترونها حمراء مثل ناركم هذه؟ والله انها لاشد سوادا من القار. قالوا فلا تقولوا حمراء كما النار تاعكم هذه، لان النار تاعنا هذه كل شعلها ضوينا متفاوت ضوينا، بينما قال النار تاع جهنم سحلة سواد في سواد اشد سوادا من القار، يعني من القاطران، اعاذنا الله واياكم منها. فمن اكيد لان لما تتراكم الحراره على بعضها بعض تراكم هذا يؤدي به الى الظلمه، مثل البحار، اعماق البحار الان العلماء يسدوا البحار لما يشوفوها نقولوها يزرقا، ولكن الاعماق تاعها سوداء. لماذا؟ لان تراكم المياه بعضها فوق بعض يصبح الماء اسود، يعني لو كان يدخل الانسان تحت المبليح يعني بعد 2 كيلو ولا 3 كيلو لو كان ما فيش الصوايا تاعو في الشاف باش يشوف ما يشوف والو، ظلمه ظلمات كما قال في القران ظلمات تحتها فوق بعض بحار ظلمات. من كيف؟ وانما الانسان لما يدخل بزوج مترات ولا 3 مترات يخضر هذا يشوف الرمل يقول لك البحر كله 30 سجاد، بينما لو يتعمق داخل المحيطات كل شيء ظلام ظلام، ما يعلم الشيء اللي راه تحت غير الله تبارك وتعالى. إذن هكذا جهنم العياذ بالله لما تتراكم على بعضها بعض وشدة الحرارة تولي سوداء سواد في سواد، واحد منهم كل واحد يظن باللي راه جالس في جهنم وحده. فهمنا كيف؟ إذن يقول ربي سبحانه: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. مما يدخلهم جهنم الحامية أعاذنا الله وإياكم منها يزيد يسقيهم، لأن جهنم العياذ بالله فيها العذاب وفيها الاكل وفيها الشراب وفيها الاستراحه، ولكن مو بشيء من احنا كما اصحاب الجنه عندهم الراحه وعندهم الاكل والشراب والنعيم، هذا كل ثاني عندهم يتعذبوا وياكلوا ويشربوا ويخرجوا للبحور. نتكلموا عن البحور تاع جهنم العياذ بالله ونتكلموا عن الشراب تاع جهنم. الان لما نحطوا مليح نطلبوا الشراب يقولوا عندنا نشربوا، يجيبوا لهم يشربوا الشراب التحمل اللي قال عليه ربي سبحانه: تسقى من عين آنية. يسقوهم من واحد العين آنية، ايش معنى آنية؟ يعني متناهية في الحرارة. واللي يقرأ في سورة الرحمن يجد قوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. إذا كان الحميم اللي هو الماء المغلي إذا كان في متناهى الحرارة نقول عنه بمناسبة المذكر نقول حميم آن، وإذا كانت أنثى مثل العين من كيف؟ من عين آنية، أن تنظروها مؤنثة تكون عين آنية من كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى القرآن يفسر بعضه ببعض، يعني إيش معنى الحميم الآن؟ يعني الحميم المتناهي في الحرارة، حرارة مرتفعة جدا. وكذلك هذا العين اللي قال عليها ربي سبحانه: تسقى من عين آنية، يعني من عين فيها حميم فيها ماء مغلي، فهم كيف؟ في درجة متناهية من الحرارة، أعظم الله وإياكم منها. هذا بالنسبة للشراب، هذا هو الشراب تاعك، إن كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال ربي سبحانه: وإن يستغيثوا، أصحاب جهنم يستغيثوا والعياذ بالله: أعطونا الماء جيبوا لنا الماء عطشنا حرقنا صار فينا مرنا، يجيبونهم ولكن واش يجيبوا لهم؟ لا يقول. قال رب سبحانه: وإن يستغيثوا يطلبوا الغوث يقولوا جيبوا لنا آتونا الماء عطشنا، يجيبوا لهم الملائكة حضرة الماء خدامة جيب، ولكن واش يجيب؟ وإن يستغيثوا يغاث يجيبوا لهم الغوث، ولكن واش يجيب؟ بماء يجيبوا لهم الماء كالمهل. ايش معنى المهل؟ المهل يا اخوان الكرام هو النحاس الوداد،
وتعرض النحاس المذاب، الناس اللي يقرأوا الفيزياء ويقرأوا الكيمياء يعني أشد من الحديد ومن الرصاص ومن غيرها من ناحية الأداء تاعه، من ناحية الرائحة النفاسة تاعه، النحاس المذاب كلموه لي يجيبوا له واحد الماء بحال النحاس المذوب. فهمنا؟ وإن يستغيثوا يغاثوا، هذه اللي قال عليها رب سبحانه، يشربوا من العين الآنية حرارة كثيرة. وإن يستغيثوا يغاثوا، يجيبوا لهم الغوث بماء كالمهل يشوي الوجوه. أعاذنا الله وإياكم من ذلك، يشوي الوجوه. شوفوا القرآن يا إخواني الكرام، أنا أبغاكم تدبروا القرآن. لما يقول الله تبارك وتعالى يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، هل هما يشربوا الوجوه؟ هم لا يشربوا بقواه، انت لما تشرب بوجهك لا تشرب فمك، الناس كانوا تشرب بفمها. ليش هنا رب سبحانه عدل عن الافواه للوجوه ولم يعبر عن الافواه، بل عبر عن الوجوه، قال لك يشوي الوجوه لفته يعني عظيمه في القران، بل تشوف القران انه من لدن حكيم خبير، مش تعليف بشري ابدا، ما استطاعش البشر باش يقربوا منه تعليف ابدا، ما اوتوا من بلاغه ولا من فصاحه ولا من علم. وما صحيح الناس كل واحد يشرب الصمغ، ولكن يا اخي العزيز قبل ما توصل الماء لفمك، من الذي يباشر الاناء؟ انت قبل ما توصل الماء لفمك، شكون اللي يباشر الاناء؟ فمك ولا وجهك؟ وجهك هو اللي يستقيم يوجد روحه للشر. لما انت توجد وجهك عاد فمك ينحل. فمن كيف؟ يقول ربي سبحانه يعني معناتها هذا في الماء قبل ما يلحق فمك الوجه تاعه يطيح الى اخره. اعاذنا الله واياكم منه. ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما يجيبوا لهم براميل الماء اهل جهنم، لما يجيبوا لهم البراميل تاع الماء ويجي يعطيها له باش يشرب، قبل ما يوصل فمه الفروه تاع وجهه تطيح الى اخره. يعني اللحم تاع وجهه كله تحت الماء من كثرة الحرارة تاع الجنة. أعاذنا الله وإياكم بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب، ربي سبحانه الذنب قال شراب ما هوش يدير، وساءت مرتفقة على جهنم الحريق. إذن يا إخواني الكرام، هؤلاء لهم شراب، ولكن أي شراب؟ أي شراب جهنم تستعيذ منه؟ أهل جهنم يستعيذون من هذا الشراب الذي يشربه الإنسان فتنزل معه أمعاءه من أسفل، لما يشرب أبصار نتاعو ينزلوا بما فيهم كله. وقلت لكم أنا ما تقولوش البشر أصحاب جهنم كما واحد منا في 50 كيلو ولا في 100 كيلو، الراجل من أهل جهنم المقعد نتاعو من النار كان بين مكة والمدينة، يعني 465 كيلومتر قاعدة تاعو. هذه غير القاعدة تاعو، وين الذات تاعو، وين الكعير، وين راسه، وين وجهه، وين كذا، شيء ضخامة ما يعلم بها إلا الله. على هذه وهذه القوة وهذا يعني جبره وهذه الشدة في الأجسام، وكلها تذوب من جهنم. وما جهنم هو الطيح السلخة تاعو وطيح في الماء اللي تجي الشرب. قبل ما يوصلوا لفمه الطيح الفروة تاعو وطيح في الماء. فهمنا كيف؟ والقرآن يا إخواني الكرام كما قلت لكم يمشي بين ترغيب وترهيب. علاش هذا الشيء؟ يبين لك بنيان خارج جهنم بعد ما ينالوا، وبعدين بعد شوية يجيب كذلك البشرى لأصحاب الجنة، يعلم الله ويكن من أيام. إذن رب سبحانه يقول تسقى من عين آنية، يعني هذه كلها سلاسل في العذاب، أنها خاشعة، أنها عاملة، أنها تعبانة، لها مطر ولها تعب، كذلك تدخل النار الحامية، كذلك لما تدخل فتشرب من الحميم وتشرب من الغساء وتشرب العياذ بالله من أشربة جهنم المختلفة المتناهية في الحرارة. فمن أجل زيت يسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. النافلة هذا الشراب راه هضر عليها رب سبحانه، والنافلة كاينة ولكن كي دايرة الضريع. الماكلة تاع أصحاب جهنم ذكرها رب سبحانه في آية وقال انتقوه
وذكرها في آية وقال المسلم ولا طعام إلا من غسلين، وذكرها في هذه الآية قال الظاهر كيلا كلهم يأكلون ولا كيلا. قال أحد العلماء جزاه الله خير اللي هو ابن قتيبة لما اتكلم في مشكل القرآن قال يعني جهنم مثل الجنة على مراتب، جهنم كذلك على مراتب، جهنم على مراتب، فيه اللي يكون المأكل بتاعه والطعام بتاعه من زقوم، وفيه يكون المأكل بتاعه والشرب بتاعه من غسلين، وفيه يكون المأكل بتاعه والشرب بتاعه من الضريع، وفيه اللي من حميم وفيه اللي من غسل، هذا حساب المراتب بتاع المعاقد يداروها. من كيف؟ لأن الناس كما يختلفون في أفعال الخير فكذلك يختلفون في أفعال الشر. الشر متفاوت والخير متفاوت. كذلك جهنم لها دركات لها دركات، والجنة لها درجات. إذن الله تبارك وتعالى لما بين الحميم ولما بين الشراب بتاع جهنم بين الطعام. الطعام اللي هو الضريع، ما هو الضريع؟ الضريع في اللغة العربية واحد النبت ينبت في الصحراء يسموه الشبرق، يأكلون الجمال لما يكون شبرق لما يكبر ويقطع ويصحى حتى حيوان ما يقربه ما يأكلوش كم يعيبوه. الجمل لما أدراك يا إخوان الكرام اللي ما شافوا شيء صراح يكذب، الجمل ما يعيب حتى حاجة كم صار انت هذه ما تجيش تمسها، هو ياكل في هذه ما تاكل انت كما قولوا بالقاطع، ولكن لما يلحق للضارع هذا خليه ما ياكل ولو جعل ما ياكل لانه ما يشكوش. فمن كيف؟ لما يكون في بيت النبات هذا لما يكون اخضر يكون شبرق، لما يصبح ضارع الحيوانات كلها تعاف ويبعدوا عنه. روما هذه الآيات كما قلت لكم كلها مكية، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعني جعلها هكذا فيها الترهيب الشديد حتى الكفار قريش يعني ينتبهوا يرجعون إلى الإسلام ويرجعون إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأشياء موجودة وهذه الأشياء لابد يعني ديروا بالكم منها. شكون ينجي الإيمان؟ ما ينجي لا الأصل ولا العمل ولا الخدمة ولا كذا، ينجي الإيمان على مقتضى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لما سمعوها الرسول لما تلاها على أهل مكة قالوا محمد يتكلم على الضريع، على الضريع باللي في جهنم ناكلوا الضريع، ومكان عام للرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يعني حتى الآية لما تنزل ويقرأها بدا يضحك عليها يقول هذه وشنها الضريع، يقول احنا المشية تاعنا والجمال تاعنا يروحوا يسرحوا في الضريع يولوا شمال ومقروسين وصحاح، يعني فين غلى الضريع هذا؟ فهمنا؟ يعني نكاية في محمد راسه لما تاخذ بلي الضريع ناكلوا منه مليح الضريع ناكلوا منه، لأن المشية تاعنا راهي تاكل منه وتسمن والجمال راهي تاكل منه وتحلب مليح. رب سبحانه قال له في نهاية الآية لا يسمن ولا يغني من جوع، فلا تدخلوا كما الضريع تاع الدنيا من الأسن إلى الأسن. لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما يتكلم ربي سبحانه على الرمان، لما يتكلم على الناخيل، لما يتكلم على الأعناب في اللي في الجنة، قال لهم الأسامي هي الأسامي ولكن الحقيقة تختلف. تختلف ترمان الدنيا كما رمان الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ينزل ربي سبحانه قط من عنب من الجنة يأكل من الناس كل الدنيا كلها تأكل منه. لو كان ينزل ربي عنقود من الجنة الناس كلها تأكل منه. لكن ولو كان ينزل قطرات من عياذ بالله من الغساق ولا من الحميم تفوح الدنيا كلها. لكن في القضية ما هي سهلة، لأن الأسامي تاع هذيك الدار غير الأسامي تاعنا. لأن لما قالوا الضريع قالوا الضريع راه من المشية تاعنا راهي تفرح فيها راه لاباس عليهم راه مدروسين لاباس عليهم. قال لهم لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني اللي كلاه ما يسمنه واللي كلاه ما يشبعه ما يغنيش من الجوع. من كيف؟ الضريع هذا أعاذنا الله وإياكم منه. إذا
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ما تعتقدوش على أنهم مثل الضريع بتاع الدنيا التي ترعى فيه بهائمكم فتظنونه على أنه على أنه مثله؟ لا، بل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، ما يسمن ولا يشبع من أعاذنا الله وإياكم. ولما تكلم الله تبارك وتعالى على أهوال جهنم وأصحاب جهنم وعن طعامهم وعن شرابهم وعن حالهم، تكلم كذلك نتكلم وإحنا في آيات أخرى في عندهم حب جهنم، بعد ما تكلم ربي سبحانه عن العذاب وعن الشراب وعن الطعام كذلك عندهم متنفس، عندهم الزمهرية. نسمع يقولهم من نار فيها، يقولوا يا ربي نخرجوا للبرودة، نخرجوا للبرودة، خرجوا من ربي للبرودة، ولكن برودة دي في دائرة بحال سيبيريا ولا بحال عراسكا في البرودة 400 متر تحت الجبل، لا هذيك راهم عايشين فيها ناس وراهم دافئين لا بكير، يلبس مليح برك وياكل مليح ويعيش في الدنيا. بينما يا إخواني الكرام اثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصحاب جهنم لما تقولهم النار ويطلبوا ربي يخرجهم إلى الزمهرير البرودة بتاع جهنم، يخرجوهم للبرودة، يقول لك الرجل منهم الكافر منهم ينشق عظمه من شدة البرد، العظم نتاعو وشفتوه قد منه ماشي قد السارية هذه ولا قد التجو هذا اللي راهم يتجوزوا فيه الماء، عظم ما يعطيه الله لأن هذه ذات كبيرة مع عظم كبير، العظم هذا ينشق من شدة البرودة، واللي راهم يقراوا العلم يعرفوا باللي الثلج يكسر الحاجة، كسر ما كسرش يكسر الحاجة، واللي جرب يحط يحط حاجة في الثلاجة الفوق وتبدا تكسر ولا الثلج يكسرها. كذلك هؤلاء الناس لما هؤلاء الكفرة هؤلاء المشركون والمنافقون وغيرهم لما يستغيثوا ويقولوا رب سبحانه خرجنا نزل هذه يضربنا شوية بحري يضربنا شوية هوارنا حرقنا بالدم، يخرجهم لما يخرجهم الأعظام تاعهم تلك خير من شدة البرودة، هنا افتادوا في النار افتادوا وفي جهنم وفي الزمهرير والعياذ بالله تنكسر وفي الله تتكسر كعلم الله وإياكم منها. والنار يا إخواني الكرام شكت إلى الله تبارك وتعالى لما تكلم على ربي سبحانه قال النار حامية منذ أن خلقها وهي حامية حتى تخلق الدنيا وهي حامية، اشتكت ربي قال له يا رب أكل بعضي بعضا، قالت يا ربي كليت روحي أعطيني متنفس أعطيني نتنفس شوية، هذه جهنم خلقها ربي سبحانه وقدمها، قالت راني كليت روحي بروحي أعطيني نتنفس شوية، أعطاها ربي نفسين، أعطاها نفس في الصيف ونفس في الشتاء، الذي تجدونه من حرارة الصيف فهو من نفسها، ويقال لك العلماء الشمس طلعت وتسكمت وما نش عارف هذه كلها تعليلات من عندهم، وانما المرجع نتاعها ان جهنم راهي تتنفس في الصيف، وفي الزمهرير في البرد لما يجي هذاك البدر الانسان يوقف يلقى النار شاعله في رجليه من تحت يعرف بلي هذاك هو السم تاع جهنم راهي والعياذ بالله تتنفس فيه، هذا غير التنفس تاعها. انتو كيف؟ عقل ربي نفسين لما اشتكت قالوا يا ربي اكل بعضي بعضا فاعطني نفسا، اعطانا ربي سبحانه تتنفس ثلاث العام ذو المره، تتنفس في الصيف فذلك شده الحراره وتتنفس في الشتاء فتلك هي شده البروده. اذا نرجع لما الله تبارك وتعالى تكلم عن الترهيب والتخويف اتكلم كذلك عن الترهيب، وبعدين قال ووجوه كلم لي وجوه وغنى كذلك وجوه، وهنا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. لما تكذب عن وجوه والعياذ بالله التي تعلوها الحرارة ويعلوها النفق والتعب والعذاب والضريع والعين الآنية وغيرها، تكلم هنا عن الوجوه الطيبة
والوجوه كما قلت لكم يعني المراد بها أصحاب الوجوه، وإنما عبر عن الوجه لأن أشرف ما في الإنسان الوجه، فبه يستقبل ربه تبارك وتعالى إما بالعبادة وإما بالعصيان. فالمؤمنون لما استقبل الله تبارك وتعالى بوجوههم لعبادة ربهم فجعل تلك الوجوه منعمة وبالتالي الزواج منعمة. وهؤلاء الكفرة والمشركون غيرهم من الزنادقة لما استقبلوا الله تبارك وتعالى بوجوه من العصيان جعل هذه الوجوه تخشاها النار وتقحمها النار وتسحب العياذ بالله في النار وغيرها. إذن كلم الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناعمة، يومئذ يعني في هذا النار، في هذا النار نخلص في الدنيا اللي يفصل الله تبارك وتعالى فيه بين العباد، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، فمنهم شقي وسعيد. هذا هو اليوم، اليوم اللي يفصل فيه رب سبحانه الحق عن الباطل. المؤمن يكون في الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، والعياذ بالله والصنف الآخر من كفار ومشركين ومنافقين وعصاة وغيرهم يكونوا في النار. إذن ناعمة منعمة يعني يظهر عليها الوجوه، يظهر عليها النعيم، يظهر عليها يعني الخير، يظهر عليها البشاشة، يظهر عليها رزق الله تبارك وتعالى الذي ليس له نبات. إذن وكذلك في آية أخرى فالوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في آية أخرى قال الوجوه نقل منعمة، وفي آية أخرى قال الوجوه يوم القيامة ناظرة يعني طيبة جميلة من الحسن تعلوها أسارير الفرحة وأسارير السرور. في نفس الوقت تنظر إلى ربها تبارك وتعالى نظرة رؤية حقيقية في العين المجردة. نقف هذا هو رأي أهل السنة وجماعة المسألة. أما في طوائف أخرى من المعتزلة وغيرهم يقول لك ناظرة يعني ناظرة من الحسن والجمال، ولكن إلى ربها ناظرة يعني إلى ربها منتظرة، يعني تستنى ربها، ولكن هذا تأويل باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر القرآن أحسن تفسير، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين فسروا القرآن أحسن تفسير. هذه مسألة الرؤية، يعني هل المؤمنون يروا ربهم يوم القيامة أم لا يرونه؟ ابن أبيه هل المؤمنين يشوفوا ربهم يوم القيامة ولا ما يشوفوه يوم القيامة؟ في الدنيا حتى واحد ما يشوفه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قال سيدنا موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال له ربي سبحانه قال سيدنا موسى قال ربي ربي خليني نشوف فيك بعد ما نزل عليه الوحي وسمع ربي يكلم فيه. قال علماء التوحيد وعلى رأسهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى في حديث صحيح تجلى ربه لجبل نور من الله تبارك وتعالى طلع للجبل، هذا نور تاع وجه ربي سبحانه، اطلع للجبل هذا الجبل كثر وانتك وتفتت وطاع. سيدنا موسى لما شاف الجبل يتفتت غشي عليه واغمي عليه من خلع عليه، لانه ربي سبحانه لماذا علق له الرؤيا بالجبل؟ علق له الرؤيا بالجبل يا اخواني الكرام، يقول له مثلا انت ضعيف يا موسى امام قدرتي فلا تستطيع ان ترى نور وجهي، فما بالك ننظر الى الجبل، الجبل قدرته عظمته ما استطاعش يوقف، فما بالك عنك. ولذلك ثبت في صحيح البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى له على وجهه المقدس 70 حجاب. الحديث صحيح، قال رب سبحانه على وجهه الشريف على وجهه المقدس 70 حجاب، لو انكشف حجاب منها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. قال له كان ينشف حجاب من 70، قال لي شفار في تحرق من القول، لأن النور تعالى تبارك وتعالى نور مفرد في الدنيا ما استطاع حتى واحد يشوفه، ولكن من آخرة بعض الطوائف يا إخواني الكرام التي ضطت في العقيدة يقولون حتى في الآخرة لا يرى الناس ربهم لا مؤمنهم ولا كافرهم، يقول حتى في الآخرة ما يشوفوش لا المؤمن ولا الكافر.
ولكن هذا والاحترام كلام باطل، لأنه رد لنصوص القرآن الصريحة. بل المؤمنون يا رب الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم إن شاء الله، بل المؤمنون الأتقياء الأنقياء يروا ربهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية القمر ليلة القدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قالوا: فكذلك ترون ربكم لا تضامون في رؤيته أبدا. قالوا: بيوم البدر، يوم يعني 14 الشهر لما يكون القمر مدور. قالوا: هل يعني هل تشكوا في القمر هذا باللي ما كنتم تشوفوا فيه؟ قالوا: نشوفوا، كلنا نشوفوا، احنا منا نشوفوا، واللي في السعودية يشوفوا، والمغرب كل عام يقول لك راني نشوفوا واحد، سالا ما شفتها، كلنا نشوفوا، واللي في الأربعاء يشوفوا، واللي هنا يشوفوا، كل واحد ما يقولش أنا راه فوق داري، كل واحد يقول لك القمر راه فوق داري، ولكن لا راه في السماء وكلنا نطلعوا نشوفوا. قال: ما بدات يوم القيامة كلكم تشوفوا الله، وكل واحد يظن باللي راه يشوفوا واحد. فهمنا كيف؟ قال: ما هكذا كيما راكم تشوفوا القمر، كل واحد يقول لك راني نشوف فيه واحد. هكذا في يوم القيامة المؤمنون الأتقياء الأنقياء يرون ربهم. بينما في الدنيا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافش الله تبارك وتعالى، لما عرج إلى السماوات العلى ما شافش ربي سبحانه. لأنه جاء عبد الصحابة وسأل عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: بعض الناس يقولون إن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما أسري به. قالوا: لقد تقشعر جلدي مما قلت. قالوا: رحمت عز قومك لم يقلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافش ربه. لما سئل: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. نور كيفاش يشوف؟ ما يجيش يشوف. لكن لأن في الدنيا كما قال العلماء: لو تنكشف النور تعرف سبحانه الدنيا كلها تنحرق. ولكن في الآخرة لما الله تبارك وتعالى ينشي أهل الجنة نشأة جديدة، فيعطيهم من القدرة ومن قوة ما يستطيعون به أن يقيموا أمام نور الله تبارك وتعالى، فيستطيعون أن يرونه. لكن لذلك لما قرأ إمامنا الشافعي رحمه الله لما قرأ قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية في سورة المطففين، ربي سبحانه قال: الكفار يوم القيامة نحجبهم ما يشوفونيش. فمن كيف؟ قال الإمام الشافعي استنبط منها، قال: بدليل بمفهوم المخالفة أن هؤلاء لم يرونه في السخط دليل على أن أولياءه يرونه في الرماء. لما قال هذا ما نشوفهم، بمعنى أن المؤمن يشوفهم. واحد يقول لك: علاش الكفار ما يشوفهم؟ واحد يدير الفلسفة يقول لك: علاش الكفار ما يشوفهم؟ قال: قال ربي يحجبهم. علاش؟ لماذا يا إخواني الكرام؟ أنا أقول لكم هذا لأن رؤية الله تبارك وتعالى كما ثبت في الحديث الصحيح أن لما يدخل الله تبارك وتعالى أهل الجنة في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، ولما يدخل أهل النار النار أعاذنا الله وإياكم منها، ينادي منادي أن يا أهل الجنة، فقط أهل الجنة، يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم إياه. ينادي منادي قل يا أصحاب الجنة، يرفعوا لسانهم يقول لهم: عندكم موعد عند ربي راح يعطيكم. يتعجبوا أصحاب الجنة يقولوا: ألم يدخلنا الجنة؟ يا أخي دخلنا للجنة. ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يرفع درجاتنا؟ ألم يثقل موازيننا بالحسنات؟ تسجيلات التقوى الإسلامية. خلاص أدخلنا للجنة ووجوهنا بيضت ورانا منورين، رانا مخصنا عساكي، وش يجيب عقينا؟ يقول لك لما يتكلموا هكذا الله تبارك وتعالى يكشف عن الحجب ويرون وجهه المقدس. لما يقولوا هكذا يكشف ربي يعني الحجاب بتاعه ويشوفوه أهل الجنة. لما يشوفوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أفضل إليهم من النظر إلى وجهه العزيز. يقول لك لما يشوفوه ينسوا النعيم اللي كانوا فيه، ما كاش حتى حاجة يدوها خير لهم من نظرات على ربي سبحانه. جعلنا الله وإياكم جميعا إن شاء الله من الذين يرونه إن شاء الله، ولا يحجب بيننا وبينهم إن شاء الله. إذن يا إخواني الكرام، علاش يحجب؟ لأن هؤلاء
أكبر نعيم تنعم به هو رؤية الله تبارك حاب الجنة. لما تحب النار يشوف ربي سبحانه، حاب النار يشوف ربي سبحانه وما ما يشوفوش. هو ربي سبحانه جابهم لكي يعذبهم العذاب الشديد، فإذا نظروا إليه فقد تنعموا بأكبر نعمة يتنعم بها أهل الجنة. إذا ما عذبهم شيء، إذا كان شاف فيهم خلاص يقول لك على أقرنا، على أقرنا نحن ننظر إلى وجه الله أحسن حجر من الدنيا خالي تخرج جهنم. يا الله، بينما ربي سبحانه جابهم باش يعذبهم ما يعقلهم ولا بطيخ من أمل ولا دقيقة واحدة من خير ولا من كذا ما يعطيها لهم. من أكيد وكما قلت لكم بالحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم جالوا لدخول الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إني رأيت أخي أبو لهب. قالوا راني شفت خويا أبو لهب مات على الكفر والعباس سلم رضي الله عنه. من أكيد العباس رضي الله عنه أسلم. ونضرب لكم القصة يعني باختصار كيف أسلم في غزوة بدر لما الرسول صلى الله عليه وسلم مسكوا المساجين حوالي 70 أسيرا من قريش. مسكوا عم الرسول معاهم العباس لأنه خرج بين رجليه ما ناوي يضرب ولا شيء وإنما عايروه. قالوا له يا عاد محمد من ضمن مدرسة تقول له يا بني هاشم أخرج رجله يكركر فيه ما بقاش حال غير خرج ولكن جاء ضمن الأخرام مسكوه. مسكوه دار الرسول صلى الله عليه وسلم يفرد او يعني يترقب في العشره يبحث عليهم حتى يتعرفوا في الوقت. قالوا ترسل اهلك يبدو كانت الفيديو الى اخوان الكرام كل واحد من المساجين يرسل لمواليه يرسلوا مقدار معين تاع فلوس ونطلقوا الراجل هذا واللي ما يعرفش كامل ما عنده شيء يديروا له خدمه يقولوا له تعرف تقري تعرف تقرا تعرف تكتب يقول معاه يقول له عسكر لي 10 مولات المسلمين ونسلموا باش تشوف الاسلام كيف اعتنى بالعلم. قالوا ارسل لاولادك لمكه يرسلوا لك الدراهم ويسلموا لك عمه خبباء ماشي هذا عم الرسول قال سلحوا هذا ما عليه سلحوا ما كاش ابن عميك ما كاش هذا الوثائق مشرع ابدا. قال له ارسل لماليك ارسل مرتك ارسل لولادك يرسلوا لك الفلوس يسرحوا. قال له ما عنديش. وهو قبل ما يخرج العباس قبل ما يخرج جاب مرته ام الفضل امرأة فاضلة صحيح وسبقته الى الاسلام هي الاولى سلمت قبل منه جابها قال لها روح احفر حفرة في الدار ودار فيها واحد السرة كبيرة تاع الذهب ودارها ورجع لها التراب. قال شوفي هذه ما يعرفها غير انتي وانا الى ما خارج الى مت خرج السرة انت على روحك وعلى اولادك فهمنا والى حييت انا نرجع الدراهم نجي منهم ما يرفضك بيهم ومرأة فاضلة قتلوا روح فهمنا كيف. لما هو قال الرسول قال له ما عندي شيء وهو مرتب راهم عارفين هذيك حتى واحد ما عارف. قالوا يا رسول الله ما عندك. قالوا ما عندكش. قالوا ما عندك. قالوا السره هذيك اللي خبيتها وقلت لمرتك عليها الى مت اديها ونطلع للدراري والى رجعت لدي دراهمي السره هذه شكون وراك دايرها اللي حفرت عليها مور الباب وراي ما تمر. قالوا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول. قالوا والله لما طمرتها والله لم يعلم بها أحد إلا أنا وزوجتي. قالوا فعلمت بها حقا على أنه لم يعلمك أحد إلا الله. قالوا عرفت بلي حتى واحد ما ورنا لك يا ربي لأن لو كان رحت المكة فلك مرضي يلي ولادنا ولكن ما دام ما رحت المكة ورب موجود في بدر وما زلت في بدر أعرف بلي ربي ولي وريها لك اشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. أما نقول لكم شحال ويتبع فيه ويمشي معاه ما أمنش ولكن هذه أصبح عنده دليل قوي أصبح مسلم آمن رضي الله تعالى عنه وهو وحمزة هذو اللي سلموا وطالب وأبو لهب عبد العزة هذو اللي ماتوا مشركين والعياذ بالله والأخرين عمام الرسول صلى الله عليه وسلم كانين هما بابا كانين 11 أو 12
من الجيل الفقري ما تقبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذين أدركوا الدعوة هم ربع العباس واللي هو حمزة واللي كذلك أبو طالب بن علي وكذلك أبو لهب اللي هو عبد العزى. هذا درك الإسلام زوج سلم وحمزة والعباس سلم والأخرين ما فيهم مشركين. العباس هذا نام خور المشرك أبو لهب، ناموا في شر حالة. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له راني نمت ويد واحد الحالة ما عندك ما تشوف. قالوا نمت في سرابيل من جهنم وقطران وتعب ونكد. قالوا هل وجدت خيرا منذ أن فرقتنا؟ قالوا من اللي رحت من عندنا من قريش ومن كاش ما شفت خير. قالوا لم أرى خيرا قط من اللي فرقتم ولا في النار ولا في العذاب، إلا أنني مرة واحدة سوقيت في نقرة الإبهام لأنني عتقت بريرة لأنها بشرتني بمحمد. فهمنا؟ أبو لهب عدو الله كان جالس في النادي تاع قريش. لما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن باباه مات وهو في بطن أمه، عبد الله بن عبد المطلب مات بابة الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنة بنت وهب حاملة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يترقبوا وجيزين خاوته اللي هما أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ينتظروا يزيد الطفل، لأن قريش كانت تحب الطفل كثير، لأن الطفل هو الذي يدافع وهو الذي يتاجر وهو الذي يعني ينافع عن الطيار ويحمي الديار. ونتيجة كانوا يفرحوا بالولد كثير لأن الخدمة كلها على الأولاد. كان يقولوا بلد خونا هذا اللي مات يجي في مكانه يخلف بعده. المهم ضرب تولد، الآن تولد جالس أبو لهب مع جماعة في نادي قريش كان يسمي كعبة في صحن كعبة. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب في تلك الليلة المباركة، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فرح وفرحا عظيما، من جملة أنه بكى ماذا ما يعرف يكون النبي، لأنه ذكر لأنه شيخ للذهب. ثويبة هذه نقول بريرة ثويبة خادمة سوداء عبدة ولكن مسلمة رضي الله تعالى عنها تعد في الصحابية. مجرد ما سمعت باللي زاد الظل راحت تجري تبشر أبو لهب عمه، راحت تجري له نادي قريش قاد الوقوف زاد عن الظل، قال صيحة نصحيح، قال روحي فأنت حرة. فرح الفرحة هذيك بولي دخول، قال هاو جاء واحد يخلف قوية بقى، قال هاو روحي راكي حرة اعتقها، يعني والفضل الكبير الذي يناه العبد أو الوظيف لما تعب، وهذه أكبر خدمة وأكبر معروف وأكبر إحسان تقدمه إليه، يصبح حر حتى وحده يتحكم. كان بكر يتباع ويتشرى في السوق يلقاه ولا حر يمشي كما تجي معه ما قولة حرة. قال له سمعوا مليح لما قال له هل شفت الخير من اللي فارقنا اللي أبو لهب؟ قال له من اللي فارقكم ما شفت الخير وأنا غير في العذاب. قال له غير واحد النار جاءوا الملائكة وسقوني في نقرة الإبهام هنا في الدريد لك هذا بي حصلوا لك هذه بالموت شرطة. هذا شريف ماشي شريف. قالوا شربوني هنا يا علاج؟ قالوا لي أنني فرحت بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقت سويبة. قالوا هذا ما كان هذا هو العمل الصالح الدعاء تعب له العمل الصالح تعب له واشنو ما عنده حتى خدمة منيحة غير الخدمة. لما سمع كل الرسول ذات اعتق هذه المرأة قال له روح يراك حرة يعني روح هذه هي الخدمة تاع الخير يعني. فمن كيف هذا الخدمة تاع الخير جزاوة في النار إنها مستقونة هنايا عمرو الذي بالموت شرب يكفي خلاص أدى الخير تاعو. نرجع للرؤية تاع الله تبارك وتعالى أن المؤمنون يرون ربهم بالإجماع أهل السنة والجماعة. أما الطوائف التي ظلت في العقيدة ومنهم المعتزلة والخوارج وغيرهم الذين قالوا أن الناس جميعا سواء كانوا مؤمنين أو كفار لا يرون الله تبارك وتعالى، ولكن هذا يا إخواني الكرام رد صريح
بنصوص القرآن الكريم، ورد كذلك والعياذ بالله صريح للنصوص السنية الثابتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى لهم الحسنى والزيادة، أصحاب الجنة يعطي لهم ربي الحسنى والزيادة، قالوا يا رسول الله ما الحسنى وما الزيادة؟ أسمعوا، فالقرآن يقول لهم الحسنى، بعد الحسنى كاين الزيادة، قالوا يا رسول الله ما الحسنى وما الزيادة؟ قال الحسنى هي الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها إن شاء الله، الحسنى هي الجنة، والزيادة واسمع بعد الجنة واش كاين الزيادة؟ ما كان والو، الجنة هي أعلى المراتب، كاين الزيادة اللي يفسرها الحديث لما يقول إن لكم وعدا عند الله يريد أن ينجزكم إياه، راع عنكم وعد عند ربي يعطيكم، يقول أصحاب الجنة خلاص ما عندنا والو، دخلنا للجنة بيض وجوهنا كرمنا أعطانا وتبقى ثاني، قال لا أبقى لكم الرؤيا يشوفوا ربي لما قالوا لرسول الله هذه الحسنى هذه الجنة فما الزيادة؟ والزيادة وجهها؟ قال النظر إلى قوله إلى وجه الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا من الذين يروا ربهم عيانا بيانا إن شاء الله. إذن يا إخواني الكرام كما تكلم الله تبارك وتعالى عن الوجوه المنعمة، وجوه يومئذ ناعمة في آية أخرى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه منورة من الجمال من السرور تنظر إلى ربها نظرة عين، ما هوش نظر رؤى قلب كما يقولوا ولا منتظرة ولا تأويل أجوب ما عنده حتى معنى من أكيد. إذن نرجع للآية الكريمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، أرجعنا للسعي هناك قال عاملة عند الكفار قال عاملة، هنا عند المؤمنين قال لسعيها راضية، باش تسمعوا مليح وتفهموا مليح تكلم الله تبارك وتعالى عن الوجوه المنعمة وقال أنها راضية على سعيها، إيش معنى راضية على سعيها؟ يعني يوم القيامة الله تبارك وتعالى لما يكشف لنا الأعمال الذي يجده على منهاج الله تبارك وتعالى وعلى منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم يقبله همنا، واللي يقع على غير منهاج الله تبارك وتعالى وعلى غير منهاج رسوله يخلو، ونقول يا ربي أنا نويت الخير، لا نويت الخير في الراس ترى طريق الخير صنها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ربي سبحانه على النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه ما كتبناهاش عليهم وما بدعوها ربي ما يقبلهاش منهم يوم القيامة يقول احنا ترعبنا وجلسنا في الكنائس وما تزوجناش وكذا علاش تقول ما انا كتبتها عليكم الناس يوم القيامة عليهم فيه اللي يستعلي ساحة ما هوش مرضي ما قبلوش ربي سبحانه وهم كما قلنا وجوه يومئذ خاشعة عاملة خدمة ما قبلت ربي الخدمة وجوه هنا لسعيها راضية قابلة خدمتها رضات على خدمتها رضات على خدمتها لما يوم القيامة الله تبارك وتعالى يبين لنا الأعمال ويقول أنتم تعبتوا بالعمل تاعكم ما عندكم حتى عملوا لأنكم على غير منهاج ويجي الصف الثاني من أهل اليمين يقول لهم العمل تاعكم راه مرضي وراني قبلت عملكم وخدمتكم مليحة لأنكم كنتوا تخدموا كما قلت وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الخدمة تاعكم راهي مقبولة لما تنقبل خدمتهم يفرحوا هما ويرضوا يقول الحمد لله ربي يرضى على عملنا إذن فهمنا كيف الله تبارك وتعالى تكلم عن الوجوه الثانية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية جعلنا الله وإياكم منها في جنة عالية لما تكلم على النار عالية تكلم على الجنة العالية لماذا؟ لأن كما قلت لكم الجنة درجات والنار دركات العلو هي النزاهة والعلو هي الشرف وهي المتعة وهي كل شيء والأسفل السافلين هي العذاب
هي النكال. من كيف لما تكلم الله تبارك وتعالى على هذه الوجوه التي لا يقبل الله تبارك وتعالى عملها مهما كانت مجتهدة، الله تبارك وتعالى قال تصلى نارا حامية. ولما تكلم عن الوجوه الطيبة قال في جنة عالية. دي هل في جنة عالية فقط؟ لما تكلم على هؤلاء لما أنهم في النار الحامية لهم فوقها عذاب ولهم فوقها والعياذ بالله نكال. بينما لما تكلم الناس في جنة عالية كذلك لهم متع أخرى ولهم مسرات وملذات أخرى في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. هذه الجنة هذه ما تسمعش فيها رمية، لأن الصراخ يا إخوان الكرام والعويل فمن أكيد والضوضاء والضجيج نوع من العذاب. فهمتوا كيف؟ إذن واش تستنتج من 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 كلمة لاغية؟ باش تستنتج يا أخي العزيز على أن اللاغية على أن الصراخ والعويل والضوضاء والضجيج نوع من العذاب. نوع من العذاب. لما ربي سبحانه يقول لك الجنة فيها غير الخيرات ما فيهاش حتى الضبيح. ما فيهاش يا الملائكة جيبوا لنا ناكلوا، ما تطبعش. أنت غير نوي واش تاكل ويجيك. أنوي برك، ما تتكلمش كامل الفضل، ما تعرفش كامل. أنوي في خاطرك واش تاكل تلقى الماكلة أمامك. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان ينظر للسماء يشوف الطيور تمشي يقول ها. يقول غير في خاطره ليتني يعني هذا الطير هذا ينزل مشوي، الطير ينزل من السماء مشوي فوق طبق من ذهب كل كول. يلا كول انت تنظر في السماء الطيور رايح اقول الله الحجل هذا ولا الطير تمنيت ان ينشوالي واحد منهم ينزل لك على طبق من ذهب ما جيت على الفخار ولا نتاع الجواز. فهمنا؟ اذا ما تعبش نفسك، ما تفضحش ولا تعيط ولا تفرح، انت غير زوي في قلبك وتجيك. بينما أصحاب جهنم والعياذ بالله ما فيها غير الضبيع وهم يصطرخون فيها يذبحوا هاتونا خرجونا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ذبحوا يا مالك يا خزننا قول ربك يقضي علينا ونتهنى. ولكن لا، ليتهم يقضى عليهم فيموتوا، ما يقضيش عليهم، يبقوا هكذا يروح ويغوص في جهنم ويرجع يقول إنكم ماكلون ريحوا لكم قاعدين. فمن كيف الله تبارك، ونترك يعني هذه الآيات الباقية إن شاء الله لدرس آخر. الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا لما يصلح ديننا ودنيانا وأن يميتنا على التوحيد وأن يميتنا على العمل الصالح إن شاء الله، مسلمين مؤمنين لا مبدلين ولا مغيرين لا فاتنين ولا مفتونين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله أعلم في كل ما سبق، وبارك الله تعالى بكم. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق التسجيل محفوظة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654436. سيدي بالعباس، هاتف 0485546430. ناسوق 0485246.